بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل بقى في الـ SSTP، تمام؟ فاكرين اصلا لما كنا قلنا ان في كذا بروتوكول بيقوم للـ VPN، اخدنا بوينت تو بوينت تانلينج بروتوكول قولناه، اخدنا لاير 2 تانلينج بروتوكول قولناه. تعالوا بقى نركز دلوقتي فين؟ في الـ SSTP. عشان تقدر ان انت تقوم الـ SSTP، السيرفر بتاع الـ VPN محتاج سيرتيفيكت. محتاج ايه؟ سيرتيفيكت. طيب اجيب سيرتيفيكت منين؟ انا في حالتي دلوقتي جاست بورد، يعني عشان نتست بس مش اكتر، هاجي على جهاز الدومين كنترولر احوله لسيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر. اتكلمنا عنه قبل كده، انت تنسخ او مش انت تنسخ، يعني اوفر فيو بسيط، وقلنا هناخده بالتفصيل ان شاء الله، تمام؟ فتعالوا كده اصلا نحوله لسيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر. اول حاجه هضيف رول، نيكست نيكست، تمام؟ واضيف هنا اكتف دايركتوري سيرتيفيكت سيرفيس، نيكست، تمام؟ وهضيف بس الرول بتاعت السيرتيفيكيشن اوثوريتي، مش محتاجه اكتر منها، انستول، تمام؟ اللي انا هعمله دلوقتي في البرودكشن نصه تقريبا انت مش هتعمله. ليه؟ لان الصح لو احنا بنشتغل في البرودكشن انت بتكون شاري سيرتيفيكت، بتكون ايه؟ شاري سيرتيفيكت. ففي شويه مشاكل دلوقتي هتقابلني لو انت في بيئه البرودكشن وشاري سيرتيفيكت، مش هتقابلك المشاكل دي. لكن عشان انا اصلا عامله سيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر جوه الشركه بتاعتي، ده فعلا انا هاخد منه سيرتيفيكت. ابسط حاجه مثلا جهاز الكلاينت هو مش تراستد اصلا بالنسبه للسيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر ده، فلازم تخليه في البدايه تراست فيه. انما لو بنتكلم في البرودكشن هيبقى واخده من سيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر من بره تراستد، تمام؟ هيوضح دلوقتي يعني ايه. تعالوا نكونفيجر بقى السيرفر، نيكست، ده الوحيد اللي انا اصلا سطبتها وقلنا هنختاره انتربرايز افضل، نيكست، روت سي اي، نيكست، وهكريت برايفت كي جديد، ده الاسم اللي هو الكومون نيم بتاعه، نيكست، كونفيجر، تمام لغايه دلوقتي؟ لو جيت فتحت الكونسول بتاعه سيرتيفيكيشن اوثوريتي، تمام؟ ميزه ان انا دلوقتي خليته ممبر من الدومين، او هو حتى في حالتي الدومين كنترولر ذات نفسه، انه بيكريت لي مجموعه من التمبلتس الجاهزه. فلو انا عايز افتح دلوقتي التمبلتس دي، هكليك هنا يمين واقول له مانج، كل دي تمبلتس اساسا بيلت ان في السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر طالما ممبر من الدومين. اللي انا انترست فيها دلوقتي اللي هي بتاعت بروتوكول الاي بي سيك، تمام؟ ممكن اعدل فيه، بس انا مش بفضل اعدل فيه، افضل ان انا اساسا اكريت ليها كوبي ثانيه، ادوبليكيت التمبلت، عشان لو عدلت فيها يبقى الاصليه لسه موجوده عندي، تمام؟ مثلا على سبيل المثال اسمها هاجي هنا مثلا اسميها اندرسكور تي شوت مسافه اي بي سيك، افضل برضو ان اسمها اديله في الاول اندرسكور عشان دايما تبقى ظاهره معايا فوق في اول واحده خالص، تمام؟ طيب ايه تاني؟ لو جيت مثلا تحت كريبتوجرافيك ممكن ان انا اعدل حجم الكي، زي مثلا 4096 لو حبيت ان انت تغير حجم الكي، تمام؟ ايه تاني؟ الاكستنشن، هتيجي تحت الاكستنشن تقف على ابلكيشن بوليسي، تمام؟ وتقول له اد، وتختار هنا سيرفر اوثنتيكيشن، اوكي، تمام؟ الخطوه اللي بعديها هاجي على سبجكت نيم وتختار سبلاي ان ذا ريكويست، بس كده، تمام؟ طيب الخطوه اللي بعديها انا عايزاها تظهر هنا عشان اساسا الجهاز بتاع الفي بي ان سيرفر يقدر ان هو يشوفها، تمام؟ اقدر ان انا ابلشها، فكليك هنا يمين واقول له نيو سيرتيفيكت تمبلت تو ايشو، عشان الدومين كنترولر بتاعي او السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر بتاعي يقدر ان هو يشو يوزع السيرتيفيكتس دي او التمبلت اللي انا لسه مكريتها، تمام؟ اديله بس كده كام ثانيه، هي دي، عشان كده قلت لكم افضل ان اسمها يكون في بدايته اندرسكور، اوكي، ظهرت اهي، تمام؟ المفترض ان انا هاجي دلوقتي على الجهاز الفي بي ان سيرفر واطلب السيرتيفيكت، بس منعا لتضييع الوقت، تمام؟ هاجي بس اقول له هنا ايه؟ ريستارت للسيرفر، لان لو حاولت ان انا دلوقتي اجيبها هلاقيها مش ظاهره معايا، افضل بس اعمل له ريستارت بدل تضييع الوقت، لان كده كده هضطر اعمل له ريستارت لما الاقيها مش موجوده معايا، تمام؟ طيب لو جينا ندخل دلوقتي بقى على السيرفر الفي بي ان بعد الريستارت، عايزه اطلب السيرتيفيكت، اطلبها ازاي؟ في كذا طريقه بطلب بيها السيرتيفيكت، هنبقى ناخدهم ان ديتيلز قدام باذن الله. انا عن نفسي دلوقتي هفتح الام ام سي واطلب السيرتيفيكت بتاعتي. ازاي؟ نفتح كده ام ام سي،
تمام، واجي على فايل اد وريموف سناب ان واختار سيرتيفيكت يا خالد اد وهضيفها بالنسبه للكمبيوتر اكونت ككل. لو انا اخترتها يوزر اكونت معنى كده ان انا بضيف دلوقتي سيرتيفيكت على مستوى اليوزر اللي عامل لوجن بس، لكن انا عايز اضيفها على مستوى ايه الكمبيوتر ككل، وبالتالي تطبق على اي يوزر عامل لوجن على السيرفر ده. تمام اوكي. هنزل بعد كده تحت بيرسونال، كليك يمين وعايز اطلب السيرتيفيكت، فكليك هنا يمين واقول له اول تاسك ريكويست نيو سيرتيفيكت نيكست. تمام، ده الدومين كنترولر بتاعي اللي هطلبها منه نيكست كده، بيحاول ان هو يكونتاكت معايا ويجيب لي كل التمبلتس الافيلابل اللي انا ينفع ان انا اطلبها. اهي ظهر اهي اندرسكور تي شوت. لو كنت عملت الحركه دي قبل الريستارت السطر ده اصلا ما كانش هيظهر. تمام، طيب مشكلتي بس دلوقتي ان لو جيت اقول له انرول الاوبشن ده دمت صح، وبيقول لي فيه لسه مجموعه من الانفورميشن لازم ان انت تظبطيها عشان تقدري تطلبي السيرتيفيكت. حاضر، فهضغط على الايكون دي واقول له بقول لك ايه الكومن نيم بتاع السيرفر، الاسم بتاع السيرفر دي بي ان دوت تي شوت دوت كوم. يهمني جدا ان انت تركز في الاسم ده لسبب، لان كمان شويه لما نيجي نتست من على جهاز الكلاينت، الكلاينت اصلا هيكونكت على السيرفر بالاسم ده، لازم بالاسم المره دي مش بالاي بي عشان يبقى تراستد في السيرتيفيكت، لان السيرتيفيكت بتاعتي هيبقى عليها الاسم ده. تمام اوكي انرول، هو كده بيطلب السيرتيفيكت وهتظهر لي هنا. تمام، بس زي ما قلت لكم لغايه ما يطلبها بقى هيبقى عندي مشكله ان الجهاز ده اصلا ورك جروب مش تبع الدومين. الجهاز ده لو تفتكروا انا كنت مخليه ورك جروب، ده اي جهاز موظف قاعد في بيته. تمام، فلازم يبقى تراستد اصلا في السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر. تراستد في السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر المقصود بيه السيرفر ده لازم يبقى تراستد فيه. تمام، وده اللي كنت بقول لكم عليه، انت لو شاري سيرتيفيكت من بره اجهزه الكمبيوتر بتاعت الكلاينتس كلها على مستوى العالم المفترض هتبقى تراستد فيه. تمام، فهاجي دلوقتي على السيرتيفيكت دبل كليك شغاله اهو زي الفل. تمام، لو دخلت دلوقتي على كارير او سيرتيفيكت اسفه بس، قال لك دلوقتي السيرتيفيكت بتاعتي متوزعه لمين؟ لبي بي ان دوت تي شوت دوت كوم، واخدها من مين؟ تي شوت داش بي تي سي داش سيرتيفيكت اوثورتي. فهقول له دلوقتي فيو للسيرتيفيكت بتاعت السيرتيفيكت اوثورتي سيرفر، وادخل تحت ديتيلز وهي دي معلومات السيرتيفيكت، هقول له كوبي لفايل عشان اكبيرها اعمل لها اكسبورت يعني. تمام، نيكست نيكست، هحطها سي مثلا عندي على السي، اسميها مثلا سيرتيفيكت اوثورتي سيرت وسيف نيكست فينيش اوكي. تمام، تعالى بقى على المكنه بتاعت الكلاينت خد السيرتيفيكت دي. لازم تسطب السيرتيفيكت دي على مين؟ على الجهاز بتاع الكلاينت. تمام، تعالى اوريكم بس كده هنتاي الاول قبل ما اسطب السيرتيفيكت الايرور اللي هيطلع. تمام، تعالى ندخل هنا على في بي ان تمام. طبعا ده كان اخر حاجه احنا كنا مكريتينها تي شيرت، نعمل لها بس كده ريموف. تمام، ونكريت واحد تاني ال في بي ان كونكشن. تمام، الاسم بتاعها تي شوت مثلا، هنا مش تكتب لي بقى الاي بي، هنا تكتب لي ايه؟ في بي ان صح دوت تي شوت دوت كوم، الاسم اللي انت حطيته على السيرتيفيكت. تمام، هنستخدم بروتوكول ايه؟ اس اس تي بي. تمام، هتدخلي بايه؟ يوزر نيم وباسورد، واقول له سيف كده. لو حاولت دلوقتي ان انا اكونكت تي شوت على ميلك، بالمناسبه قبل ما انتوا تيجوا على طول، انا جاست بس ان كان اخر حاجه احنا عملناها ان انا كنت وقفت اصلا السيرفيس بتاعت الان بي اس اللي هو الراديوس صح؟ كليك يمين هنا شغلتها دي. تمام؟ طيب نيجي بقى هنا كده نتست نكونكت. اول ايرور بيقول لي ثانيه واحده انا مش قادر اوصل للاسم ده. في البرودكشن طبعا المفترض ان الاسم ده اسم دومين هتكون شاريه. تمام، وبالتالي الكلاينت هيعرف يوصل للاسم ده عن طريق الانترنت. طب انا في حالتي بقى عايزه ان انا اظبط، وطبعا انا دلوقتي الجهاز ده مش بيشاور على دي ان اس سيرفر لان احنا اتفقنا ان هو جهاز ورك جروب، فهحلها بطريقه سيمبل قوي. ايه هي؟ هاجي تحت السي تحت ويندوز تحت سيستم 32 تحت درايفرز
تمام تحت اي تي سي. في ملف هنا عندي اسمه هوستس، تمام، ده يعتبر كانه بديل بسيط كده للدي ان اس سيرفر، تمام. فانت تقدر تفتح الملف ده وتكتب جواه مجموعه من الاي بيهات والاسامي بتاعتها بحيث انه يبقى بديل للدي ان اس. بس مشكلتي ان انا لو حاولت اعدل في الملف ده دلوقتي هيدي ايرور، ماليش بيرميشن عليه لان الملف ده تبع الويندوز، تمام، تبع السيستم. فهدخل بس على السكيورتي بتاعته، ايديت، اد، واضيف اليوزر اللي انا داخله بيه دلوقتي اللي هو عبير، وادي لنفسي فول كنترول على الملف ده عشان اقدر اعدل جواه، تمام. لو دخلت جواه بقى كده هفتحه بالنوت باد، تمام، هقول هنا ان الاي بي 11001 مش ده البابليك اي بي بتاع السيرفر بتاعي، تمام، اسمه ايه؟ vpn.tshot.com وسيف. ادي اول ايرور. نكلوس كده تاني، كونكت تي شوت على مالك، ان اكزيستنج كونكشن ويز بروبلي كلوزد باي ذا ريموت هوست. بصوا الايرور ده، الايرور ده لان انا اصلا لسه حتى هذه اللحظه برضو ما ضفتش عندي اصلا السيرتيفيكت للفي بي ان سيرفر، تمام. اضيفها ازاي؟ هتيجي بقى هنا على تولز، تدخل تحت راوتنج اند ريموت اكسس، فين 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 راوتنج اند ريموت اكسس، تمام، وتيجي على اسم السيرفر، كليك يمين بروبرتيز، وتيجي على السكيورتي تاب، دخلنا عليها كذا مره صح. هتيجي هنا بقى في سيرتيفيكت، تضغط هنا هتلاقي السيرتيفيكت اللي احنا كنا عاملينها، تمام، ابلاي، يس. كل اللي فيها بس بيقول لي ان هو محتاج يعمل ريستارت للسيرفيس، تمام، طالما عدلت في الجزئيه دي بنحتاج نعمل ريستارت للسيرفيس، ماشي، خليه ريستارت كده، اوكي. نتاكد برضو ان كل حاجه تمام. هفضل ان انا اقفل الكونسول وافتحه تاني، راوتر ريموت اكسس، لان زي ما قلت لكم ساعات بيفضل لونه اخضر لكن في الواقع بيبقى ستوب، تمام. نيجي نكونكت تاني، كلوز كونكت، الايرور اللي بعديه بيقول لي ثانيه واحده السيرتيفيكت تشين اصلا مش موجوده، يعني معنى كده ان هو بيقول لي ان هو مش تراستد في السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر، تمام. طب نعمل ايه؟ يا اما ان انا اصلا ادبل كليك على السيرتيفيكت دي واقول له انستول فيظهر معايا ويزرد وامشي عليه، تمام، او ان انا افتح هنا الام ام سي، يس، ادو ريموف سناب ان، واضيف السيرتيفيكت على مستوى الكمبيوتر، ولازم ساعتها اكون داخله ادمنستريتور، تمام، واجي هنا تحت تراستد روت سيرتيفيكت اوثوريتي، كليك يمين هنا واقول له والتاسك امبورت السيرتيفيكت، نكست. انا حطاها فين؟ عندي على الديسك توب، هي دي، نكست نكست فينش كده، عمل لها ايه؟ امبورت، تمام. تعالوا نسيفها كده على الديسك توب الام ام سي، تمام. نجرب بعديها تي شوت على مالك، المرة دي بيقول لي الريفوكيشن فانكشن ويز انيبل تو تشيك ريفوكيشن، احنا لسه مش اخدنا حوار الريفوكيشن، هنتاية بسرعة كده عليه. السيرتيفيكت المفترض ان هي مش بتبقى فاليد فور ايفر، لما اتكلمنا عن الفي بي ان قبل كده وشبهتها لكم بالدرايفنج لايسنس وان اللايسنس بتاعتي بتبقى اساسا فاليد من كذا لكذا، تمام، اي سيرتيفيكت في الدنيا بيبقى ليها ريفوكيشن، يعني ليها اكسبيريشن دي. فبيقول لي ان هو مش قادر يتشيك على الريفوكيشن بتاعت السيرتيفيكت، تمام. طب والحل؟ كل المشاكل اللي بتقابلني دي زي ما قلت لكم في البرودكشن المفترض مش تقابلكم، لان انت هتكون جايب سيرتيفيكت تراستد بالنسبه للبي سي، تمام. طب الحل بقى بالنسبه لي، قال لك الحل هنا ان انا هاجي هنا على فين 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 تحت ام سي اس اي ماي فايلز، هاجي على جهاز الكلاينت اعمل ديسيبل اصلا ان الجهاز يعمل تشيك على الريفوكيشن دي، تمام. فهفتح ريجستري وادخل على المسار ده، يبقى هاجي على الجهاز بتاع الكلاينت كده، تمام، ريج ايديت، يس، وادخل على لوكال ماشين تحت سيستم كورنت كورنت كنترول سيت، وبعد كده سيرفيسز، وبعد كده اس اس فين 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 اهي اس اس تي في سيرفيس. ولو دخلت عليها هدخل بعد كده على بارامترز، واكليك يمين على بارامتر اقول له ان انا عايزه اكريت كي جديد
اللي هو ورد جديده 32 بت. تمام. التركه كلها لازم اصلا زي ما قلنا قبل كده اي حاجه تعديل في الريجستري كيس سنسيتيف، فتكتب القيمه دي زي ما هي كده بالظبط. نو سيرتيفيكيشن، نو سيرت ريفوكيشن تشيك. تمام. فهاجي اكتب اعمل بيست للقيمه دي هنا، والقيمه بتاعتي تبقى واحد. القيمه تبقى ايه؟ واحد. تمام زي الفل كده. بقى لو جيت ان انا اعمل كونكت، ها كونكتد ولا لا؟ وطبعا طالما كونكتد لو حاولت مثلا ندخل شير كده مثلا على اي كاس جوه اللين، دخلنا وزي الفل. تمام. شويه هنتات بقى كده بسيطه. كان ممكن بدل على الجي بي ان سيرفر، بدل ما انت اصلا تطلب سيرتيفيكت من البي دي سي، كان ممكن ان انت تكريت سيلف سايند سيرتيفيكت. سيرتيفيكت هو اصلا السيرفر بيجنريتها لنفسه. تمام. ازاي؟ هتيجي تفتح الكونسول بتاع الاي اي اس. طبعا الاي اي اس اصلا كان اتسطب واحنا بنسطب الفي بي ان. تمام. فهتيجي هنا على السيرفر ده كده تحت سيرفر ان سيرفر سيرتيفيكت. تمام. وتقول له هنا كرييت سيلف ساين سيرتيفيكت. كرييت ايه؟ سيلف ساين سيرتيفيكت. هو طبعا كده كده عليه سيرتيفيكت اللي طلبها من السيرفر. تمام. نصبر بس كده لغايه ما يظهر كده. اكتب لي هنا اسم بسيط، اسم فريندلي عشان تربطها بالسيرتيفيكت بتاعتك. زي مثلا هكتبها في بي ان 2 مثلا واوكي. تمام. كريت لي واحده ثانيه اهو في بي ان 2. وبعد كده هنا بقى لما تقول له كليك يمين بروبرتيز سكيورتي، تربط دي بمين؟ باللي انا كنت مسميها في بي ان، بس طبعا كان المفترض يبقى اسمها اوضح من كده شويه، او الثانيه ساعتها ما كانتش هتبقى موجوده، فكانت هتبقى اوضح. لو انت مش متاكد انهي واحده ممكن تقول له فيو وتعرف معلوماتها من هنا. تمام. ونفس الفكره بالظبط، تيجي ساعتها على السيرتيفيكت دي دبل كليك اصلا، ونفس الخطوات تعمل لها كوبي. تمام. عشان تروح تسطبها على مين؟ تعمل لها امبورت على الجهاز بتاع الكلاينت. ده لو انت حبيت ان انت تشتغل بالطريقه بتاعت السيلف ساين سيرتيفيكت. هنتايه كمان، وانا بكريت دلوقتي التمبلت على الجهاز بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر، انا قلت له كليك يمين مانج، وضفت التمبلت بتاعت السيرتيفيكت اللي اسمها اي بي سيك، صح؟ كان ممكن ان انت تستخدم التمبلت بتاعت الويب شغاله وزي الفل، مش هتعمل لك اي مشاكل، بدل ما انت تضطر ان انت تعمل دوبليكيت لتمبلت معين. واضح كده الاس اس ال سيرتيفيكت؟